من الآن أعلن بأن الصحفيين سيلتحقون بالمعرض بالمجان، لأن إحنا كنا أول مرة ننظم ما كنعرفوش الترتيبات اللازمة بالنسبة للجميع، ولكن الصحفيين أولوية لأن الصحفيين يستفيدون من المعرض أكثر ما يستفيدون منه، وبالتالي فسنعطي تعليمات اليوم بأن أي واحد يحمل البطاقة الصحفية المهنية يلتحق فورا في كل وقت. المعرض هذه السنة كان معرضا متميزا، وحاولنا تحويله من معرض للبيع والشراء إلى معرض للثقافة المغربية، واستدعينا أكبر من 15 مسؤول دبلوماسي وأربعة وزراء، بالإضافة إلى علماء ورواد وكتاب من داخل المغرب وخارج المغرب، وعملنا مجموعة من المبادرات وهي الحفاظ على النسق العام وجمالية البعض وأمنه بوضع كاميرات ووضع حراسة وبتوسيع جميع الأروقة وبإلزام جميع الأروقة بالتواجد مع العرض. وأمس فقط تم التعرف على أحد الأروقة بأنه ليس له عنوان وليس له اسم، فتم توقيفه فورا، لأن النظام هو جزء من النجاح في المعارض الدولية. ونحاول أن نجعل من المعرض الدولي للنشر والكتاب معرضا دوليا للمغرب الثقافي بامتياز. ومن ضمن المبادرات، لأول مرة عملنا مبادرة مبدعي الجهات، واستدعينا من كل جهات امرأة ورجل من المبدعين وهم غير معروفين على الإطلاق، وبدأنا نتحدث عن المثقف المغربي وليس عن النخبة المغربية. اتاحت الفرص وتكافؤ الفرص والإشراك للجميع ولتفعيل السياسة الجهوية الثقافية. كما أن هذه السنة تميزت بوجود منظمات دولية جاءت إلى المعرض لتقدم الجوائز من داخل المعرض، ومن حسن الحظ كذلك كان هناك مغاربة يعني حضروا بهذه الجوائز، المركز العربي لابن بطوطة لدراسة الرحلة والذي يركز أساسا على ابن بطوطة. لذلك استقبلنا أكبر عدد ممكن من الشخصيات الذين زاروا المعرض واستمعنا منهم إلى جميع الملاحظات، وعملنا في المعرض تسجيل ملاحظات من الزوار ومن المسؤولين حتى نتعرف على جميع الملاحظات لكي نتلافها كذلك في المستقبل، إضافة إلى آلاف العناوين وآلاف الكتب. وحاولنا أن يكون العرض متوازنا بين الكتب حتى لا يصبح عرضا لمنتوج معين دون منتوج آخر. وعملنا لأول مرة ثلاث قاعات، قاعة كبرى سميناها قاعة الشنقيط بحكم أن هذه السنة استضفنا دولة عزيزة وهي دولة موريتانيا كضيف شرف، وعملنا لأول مرة قاعة خاصة مجهزة بالترفيه للأطفال، وعملنا كذلك قاعات اثنين داخل حتى نتيح لجميع المؤسسات العمومية والمؤسسات المشاركة أن تبرمج ما تريد. ولحد الآن هناك إقبال كبير يوميا على المعرض، ولكن هذا لن يشفينا ولن نريد المزيد من أن يكون المعرض للمغرب وللزوار يأتونه من جميع الجهات. وهناك مبادرة أخرى إن شاء الله ستكون في السنة القادمة من الجهات وإلى الجهات للمعرض حتى يصبح المعرض قريب. وأخرجنا الكتاب من المعرض ووضعناه في الترام، عملنا مبادرة مكتبية متنقلة، عملنا اتفاق شراكة مع الترام في الدار البيضاء، ولنطلع أكبر فئة ممكنة من القراءة عملنا اتفاقية مع جامعة الحسن الثاني، تم إشراك الطلبة والأساتذة الباحثين في تقطير المعرض وفي هذه العملية. وإن شاء الله وكنشكر بالمناسبة السادة الصحفيين من جميع المواقع ومن جميع الفئات اللي قاموا بكتابة أو نشر ما هو موجود، ونحن بصدر الرحب نتقبل النقد ونتقبل كذلك الإجابة.